انا كلمته وخدت ميعاد مع ادهم بيه. مين حضرتك؟ انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي مش نقطه تقريها. طب معلش انا اسفه قوي. حضرتك روح عند الانسه غاده. حصل خير حصل خير. صباح الخير. ايه مفيش منديل لو سمحتي بس امسح النضاره اصلا مستورده مش من هنا. شكرا. انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتئاب جديد، عارف يعني ايه اكتئاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيلي عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعوض خساره. بس يلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل مواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم ومفيش عربيه بعد كده. هات يا بنتي مفيش العربيه. ايه يا بابا دي امي كانت جايباها لي. امك كانت بتسرق مني فلوس بعد ما نام. انا امي كانت جايباها لي. أو أمي يا نهاري كسويت ومنيل سجاير يحصلي السجاير دي كمان. مش بتاعتي دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها ولا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف هعرف كل حاجه ومفيش ولا مليم بعد كده. هات يا المفاتيح. يلا انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ هلا اسيب شرب بنزين وخلاص. انا ركبت. يلا يلا غوري من هنا. لندن استراليا وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني؟ ده الشرابيه دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق. يلا جرحت الشنطه. ابعتي لي سالي بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده ادهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. السلام عليكم. رايح فين؟ قلت اقف شويه. في ايه يا انت؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش ولا كلمه. تعالي قولي ها 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 ها. انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك. ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي اباظه. وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لم حاجتك بسرعه. يلا اتفضل. انا ايوه انت اتفضل. عطوري جيت. سيبيه انا داخل. يا رب يا ساتر. بره افتح بره. ده انت مجنون. قال كل نفسك قبل ما حد ياكل. مجنون انت. اطلع بره. انت كده بتخسرني يا سيدي. ده انت خسرتك مكسب. بره بره. اسمع بس انا عايز اقول لك ايه تاني. هو كان في اولاني. قلت بره. طب ماشي حاضر حاضر. بص خد الكارت بتاعي معاك خليه معاك. احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي اباظه زكي روسو اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه يا انت؟ قلت قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اصبر. مش لاقي غير قله الادب. قلت 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 تصدق ملهاش. شفت حاجه تحير. ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا اما وريتك والصغير بيصير ويكبر يا ادب. يعني هو مفيش غيرك في السوق. ماشي انا هربيك. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. انتوا واقفين تتفرجوا شوفوا شغلكم. يلا وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. غريبه. قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتضرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه؟ خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. انت بتعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا؟ ايه ده؟ حبيبي يا اخي. ايه ده يا جماعه احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم دي فسحايه خمس نجوم ما تقلقش دول كلهم حبايبي واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه
طبعا فل المعلم مشمش والله ده كويس ده اوانه رشدي مش اوانه خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده وانا هوصلكوا على الشاي اتفضل انت لابس احلى بدله عندي خد بالك منها بقى يا عم ما تخافش ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه بقول لك ايه صحيح هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه مخدرات طب والصبح مخدرات الله يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات كنت شد ايه ده مخدرات ده يا راجل حبيبي مساء الفل مساء العشاء يا معلم مين احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر بذر ايه هو انا قلت بذر طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش انا اول مره اشرب خمره خمره ايه ده صاحبك ده بقى هيروح في دايه انا صحيح معلم مشمش انت ما عرفتناش على الكابتن ده دجاج بتاع الفول لا بتاع الطعمية طعمية هو انا قلت طعمية يبقى انا قلت بس يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله تمام منور يا عم جاد الله ينور عليك مين ده سالي انت ازاي جايك نوسه سايباني في المصيبة اللي انا فيها دي في ايه مصيبة ايه طنطة ازيك يا طنطة ازيك حبيبتي لسه جايبه هدوم من اوبن دي اتجنن تعالي استني مفرجك عليها هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي دي كانت موضه وبتل خلاص مش طايقه ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني ما خلاص بقى يا ملك عايز انام بقالك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه يا ولاد صباح الخير انت من اهله يا ماما انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي ولازم تساعديني انا هقعد عندك يومين حكايه هو انا ناقصه حكايات يا ملك عايزه ايه بالظبط هقولك هو اخوكي فين في نبطشيه طب وفين موبايلك في الشنطه ايه الو الو بابا انا اتخطفت يا بابا بتقولي ايه اتخطفت يعني ايه بابا انا بكلمك من وراه ده ماسك مسدس بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه مسدس ملك مين ده ملك مين اللي خطفك يا بنتي اهدي شويه قولي لي انت مشوف مين اللي عامل فيك الحق يا بابا اسمه ايه يا بابا اي في ايه يا جدع مش عارف يا عم الدكه دي زي ما يكون فيها خازوق خازوق وريني وريك ايه يا عم انت خلاص مفيش حاجه بتوريني يا جدع ما فيهاش حاجه احنا اخوات يا عم هو الحاجات دي فيها اخوات خلاص يا عم ورينه يا عم كبسه يا معلم كبسه يا معلم ايه كبسه يعني ايه خلاص مالك في ايه ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا انت من عليك سايكو ولا مين فيكوا بقى صاحب القهوه دي المعلم جاد الله هو اختفى راح في ايه المعلم جاد ايه بطل تواضع بقى المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا غرزه ايه يا عم انت ده صابون ثقافي فين الحشيش المعلم مش تاجر مخدرات هو اللي عارف الحشيش فين طلع الحشيش يا معلم ما اطلع ايه ما انا ايه ده بس وما تخافش حاول تفتكر فين الحشيش مش هيفتكر فتشوا الغرزه بقى اخلص انت فتش الغرزه بقى ما لقيناش حاجه يا فندم
بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعاده الباشا، ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم. مش الجيات اكتر. يلا. وانت من قال يا باشا كده؟ الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش؟ عافيك. اهدى يا معلم، عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتحها صهاري، شدها ولمي، عدلوا لحقي. ايه الجنان اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تدبست الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي أبازة ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته. مليها لي. الو، ايوه انا رشدي اباظه. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقه اصل انا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر. ربعايه واكون عندكم. ايوه عارف المكان، عارف. ماشي سلام. ولا جمعة جالي شغل. يلا المكان ده وشه حلو عليا. اشوفك بكره. سلام حبيبي. مساء الخير رشدي. ايوه أباظة فعلا. ايه ده، مش انت اللي كنت في الشركه السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبه؟